يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وكل حضراتكم بألف خير وبصحة بمناسبة طبعا العيد الكبير. صباح الخير عليك يا مصطفى، كل سنة وانت طيب. كل سنة طيبة يا فسنت، وكل سنة وحركوا طيبين وبألف خير. النهاردة أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر. الحجاج هيقيموا شعائرهم النهاردة في مدينة مكة المكرمة، وحتكون أبرز أعمالهم النهاردة هي رمي جمرة العقبة وأيضاً طواف الإفاضة. مشهد الحجاج في الحقيقة وهم بيأدوا شعائر الحج مشهد مؤثر واستثنائي، مليان بالروحانيات، مليان بمشاعر مختلفة، فيها حرص وفيها حب على تأدية فريضة من أجمل فرائض المولى عز وجل. يعني ربنا يتقبل منهم ويكتبها لنا إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله السنة الجاية نبقى على يعني على الحج احنا كمان يا رب. بالظبط كده يا فسنت، علشان كده لازم النهارده نكون حريصين على الدعاء ايضا في اليوم ده. ما نقولش بس هو يوم عرفه، بالعكس دعائنا ان شاء الله هيكون مستجاب. ربنا يكتب الحج لكل اللي قلبه متعلق ومشتاق في هذه المشاعر المقدسه في بيته الحرام. الكل ربما شاف امبارح المشهد الجميل والناس كلها قلوبها متعلقه بربنا سبحانه وتعالى وبتدعو من كل قلبها، مشهد بصراحه العالم كله كان بينقله. ده حقيقي يعني مشهد جميل قوي في الحقيقة. احنا بقالنا سنتين من ساعة فيروس كورونا احنا مفتقدين هذا المشهد المؤثر. السنة دي في أعداد كبيرة جدا من الحجاج موجودين في بيت الله بيأدوا فريضة الحج. يعني بنتمنى كده من كل قلبنا واحنا بنتفرج عليهم كده، عايزين نكون معاهم، نفسنا نكون معاهم. فنهاردة احنا كمان ندعي ربنا انه يستجيب لنا كل دعواتنا في كل السنة. في الحقيقة يعني من أجمل أيام السنة كلها الأيام دي اللي احنا بنعيشها، وعيد كده حلو. كل سنة وكل الأسر المصرية بألف خير وبصحة. وشفنا النهاردة يعني ازاي كلنا حريصين على استقبال أول عيد، أول أيام العيد بالصلاة. وحابة في الأول طبعا أعرف من مصطفى يعني طقوسك في العيد إيه يا مصطفى، بتحب تعمل إيه؟ والله زي كل الناس يعني، هو العيد هو طبعا صلاة العيد أول حاجة، تاني حاجة الجلوس مع الأهل، طبعا الأضحية بنوزعها في كل مكان. إحنا بنوصي الناس بس إن هو لما يروحوا يبعدوا عن هواتفهم المحمولة، صح كده ولا إيه يا فسنت؟ إحنا في النهاية رايحين يوم استثنائي لزيارة الأهل، الأب، الأم، الجد، الجدة، العائلة. فسيبوا موبايلاتكم، استمتعوا يا جماعة بحياتكم، استمتعوا بالناس دي، محدش عارف الدنيا فيها إيه بكرة، استمتعوا بكل لحظة تقدروا تقتنصوها من الدنيا دي. أعتقد العيد هو الجلوس مع الأقارب والجلوس مع الأهل والجلوس مع الأولاد، هو ده العيد. اعتقد ان هو ده العيد، وحلاوه العيد ان احنا نستمتع بيه، ما نهربش بيه في الشاشات المضيئه كلها، يعني سواء بقى تابلت موبايل كل حاجه. ده حقيقي. يعني انا شخصيا من الناس اللي بحب جدا العيد الاضحى، لان زي ما انت بتقول بيبقى فرصه حلوه ان احنا نتجمع مع الاهل. وانا بقى بحب جدا اتفرج على مشهد الحجاج، يعني يعني زي ما قلت لك انه كمان كنا مفتقدين المشهد ده لان بقالنا سنتين ما بنشوفوش. فانا بالنسبه لي كان السنه دي في حاجه مختلفه واحساس مختلف، بالذات مع العدد الكبير من الحجاج اللي شفناه على الشاشات. بحب جدا طبعا اروح اصلي العيد، دي الطقس كده يعني يا رب المصريين كلهم ابدا ما يبطلوش يعملوا كده. وبقينا نشوف كده المساجد كلها بقى فيها بهجه وفرحه، المصلين بقوا بيجيبوا معاهم هدايا للاطفال، فبقت من الحاجات الجميله. وزي ما انت قلت مهم جدا ان احنا نقضي العيد مع بعض، ما نبصش في الموبايلات وما ننشغلش بحاجات تانية غير ان احنا نقضي الوقت الجميل ده مع بعض. يا لفت نظري جدا يعني تهافت وكالات الانباء العالميه امبارح على مشاهد الحجاج. ده طبعا بيأكد كلامك ان فعلا الكورونا احنا كنا محرومين من هذه المشاعر المقدسه ومحرومين من الحج، ان احنا نشوف تفاصيل التأثير ده على الناس عامله ازاي. الناس وهي بتدعي، الناس وهي بتتضرع الى الله عز وجل، الناس وهي بتشكو همها لربنا، تأثيرات ده على وشهم. لو شفتوا يا جماعه الاهتمام العالمي امبارح بنقل مشاعر الحج كان اهتمام غير مسبوق. ربما العالم كله امبارح كان بيتكلم على ان من بعد كورونا أول حج حقيقي يعني يبقى فيه كل هذا العدد في مدينة مكة المكرمة. بصراحة استقبال أو الناس وتنظيم الناس هناك عاملة إزاي، يعني الموضوع كله من أوله لآخره يعني مشهد جميل. وكل سنة طيبين، كل سنة وحضراتكم بألف خير، عيد سعيد عليكم. صبح عليكم، صباح الخير مصر.